تتوقعي أنه مصر الآن بتفكر في توسيع دائرة المشاركة في الاتفاق الإطاري المزمع في السودان، لأنه لديها رأي بأنه توسيع دائرة المشاركة قد يكون أمرا إيجابيا بالنسبة للسياسة في السودان؟ شوف، التصور المصري فيما تعلق، أنا أقصد الرسمي هنا، فيما تعلق بتوسيع قاعدة المشاركة غير واضح. يعني ما هي الأطراف التي تدعمها مصر؟ ما هي الأطراف الدافعة وراءها؟ أو الكلام الرسمي كلام فضفاض جدا، لكن الوقائع أو ربما المؤشرات تقول أنه مثلا مصر مهتمة بالاتحاديين، بجناح السيد جعفر في الاتحاديين، بكل الاتحاديين، كل الاتحادين بفصائلهم، بكل الاتحادين. ما بقولت لك جناح السيد جعفر، أنا واضحة. السيد جعفر، نعم. أنا واضحة يعني. تجد هذه المسألة مهمة، وخصوصا سواء جعفر أو أخيه، هما الاثنين منتمين لحزب له قواعد انتخابية، فالاهتمام بهم مسألة مهمة. مؤخرا مصر ابتدت تنوع اهتماماتها بالقوى السياسية، ليس على قاعدة سياسية فقط، ولكن أيضا على قاعدة عرقية. يعني حصل تقارب مصري مع مناوي مثلا، فبتحاول أن تنوع يعني أدواتها وآلياتها مع القوى السياسية. توسيع قاعدة المشاركة أنا عارفة أنه مسألة مختلف عليها، بمعنى أنه كيف تكون هذه المشاركة، وكيف وما هي أطراف هذه المشاركة، ومن هم الأطراف الذين يمكن أن يكونوا أطرافا ثورية من عدمه، هل عوقوا أو دعموا الانقلاب. كل هذه المسائل مطروحة بالتأكيد في هذه المرحلة. لكن في تقديري الشخصي، أنه مع الاحترام وجهة نظر دي، لأن في النهاية توسيع قاعدة المشاركة هيكون لها انعكاس على مستويات التمثيل، نعم، في مجال التشريعية مثلا، أو في الحكومة التنفيذية أو ما إلى ذلك. لكن أنا كأماني الطويل بقول أنه البحث عن أكبر قدر من التوافق أيضا مطلوب جدا جدا، حتى يمكن يعني لملمة الدولة السودانية في هذه المرحلة الحالية. يعني شكرا جزيلا. ألا تكون حساباتنا هي حسابات قصيرة المدى، لكن أيضا يجب أن يوضع في الحساب الحسابات طويلة المدى. شكرا جزيلا. أعلم أن هناك أطراف انتهازية، وأعلم أن هناك أطراف ارتكبت أخطاء بالغة، لكن في هذه المراحل اللي هي الدولة فيها سيولة، اللي فيها التوافق قائم على تحالفات سياسية وليس على قواعد انتخابية، مطلوب أنه برضو يكون في اتساع للأفق السياسي من جانب الأطراف التي في هذه اللحظة تشعر أنها قوية.